الذين أشعوا نورا وبهاء في هذه الجلسة الطيبة. The 61th anniversary of the independence. كنت الجميع مرتبون إن يعني لا أستطيع ولا أستطيع. To celebrate the end of the academy. جويليا هاكم تفصل. تفصل في الحبيب. الحبيب مدير المركز الجامعي. ليلة عامة ويوم عرس الطلبة ويوم عرس الأساتذة المتوجين ويوم عرس الأسرة الجامعية القاطبة شاركنا فيه الجميع. والسعادة أن نتواجد اليوم في هذا الصرح الثقافي المميز وفي حضرة نخبة من النخب وهذا بمناسبة فعاليات اختتام السنة الدراسية الجامعية 2022-2023. حفل اختتام السنة الجامعية بتكريم مجموعة من الفاعلين في الأسرة الجامعية على رأسهم كانوا الطلبة 5 نجوم، الطلبة الذين ناقشوا مشاريع ستارت اب، مشاريع مؤسسات ناشئة، أصحاب براءة الاختراع، الطلبة الأوائل في الدفعات في الماستر والمتخرجين والليسونس. ترحمنا وكرمنا أسرتي طالبين كانت قد فقدتهم الأسرة الجامعية هذه السنة، وكرمنا على رأس هؤلاء من ذوي الهمم، اخترنا من ذوي الهمم الطالبة التي احتلت المرتبة الأولى في السنة الأولى الجذع المشترك، كانت متميزة جدا. كرمنا كذلك شركاء النجاح الذين ساعدوا الأسرة الجامعية في تربصات الطلبة. بهذه المناسبة اللي هي عيد الاستقلال نظمنا حفل الاختتام السنة الجامعية، تكرمنا فيه الأسرة الجامعية المتميزة تحفيزا وتثمينا لجهود هؤلاء وتحفيزا للبقية لكي يسيروا على نفس النهج. سعيد أن أكون اليوم في هذا الحفل البهيج مع زملاء الطلبة والأساتذة الأفاضل وموظفي المركز الجامعي صالح أحمد بن عامة. هذا الحفل الذي يعد نقلة نوعية جديدة أتمنى أن تكون سنة حسنة لبقية السنوات. الحمد لله هذا النجاح لم يأتي بين ليلة وضحاها وإنما هو نجاح سهرنا لأجله الليالي وكابدنا لأجله العناء، فلله الحمد من قبل ومن بعد، والفضل يعود في ذلك لله عز وجل أولا ولوالدينا الذين انتشلونا من الظلام ودفعونا دفعا نحو ما وصلنا إليه اليوم، وإلى أساتذتنا كذلك يعود الفضل فجزاهم عنا وعن ما وصلنا إليه كل الخير. تم اليوم اختتام مؤسسة ناشئة تحت عنوان لا فابريكاسيون دون غام كوزميتولوجيك بيو ا باز دو بروبوليس اي دو سورس ثرمال دو عين ورقه. نشكر كل الطاقم الاداري وكل من ساهم في هذا الحفل، ونشكر الزميلات والاستاذه المؤطره، ونشكر الحاضنه على تضافر الجهود وعلى العمل المقدم.